اليوم انا جيت للنادي، جوانكا من افضل اللعيبه العام الماضي، تم اعارته قبل البطوله العربيه بتسع ايام. تسال ليش؟ ما تدري ليش. وليته وانت وقتها ما باشرت مهامك؟ لسه ما باشرت مهامي، وليته بمبلغ مجزي، يعني مبلغ يعني كم؟ ما ودنا نتكلم، بس يمكن ما يوصل مبلغ سياره، يعني اكون صريح معك. جوانكا؟ نعم. اعاره هذا قبل ما تجي انت؟ صحيح. بالاداره السابقه؟ صحيح. وقبل طيب. وقبل البطوله العربيه بتسع ايام. عندك ارون سالم، بغض النظر اختلف اتفق ارون سالم لاعب جيد او غير جيد اليوم، وباولينو برضو نفس الشيء، كان معسكر معك، جاء قضى من المعسكر وبعدين راح. طيب خلي الاداره تمسك العمل وخلها هي اللي تقرر بناء عليه، خاصه في فتره موجوده للتعاقدات، خاصه في بطوله عربيه موجوده عندك، خلاص استحقاقها ما بقى عليه الا اقل من 10 ايام. لين الاداره الجديده تجيب لك لاعبين، او انت كاداره موجوده مكلفه تقدر تجيب لاعبين. انت لا جبت لاعبين وعرت وبعت لاعبين، ويجي الاتهام لمين؟ يجي الاتهام لخالد الثنيان. إيه الناس كلها تقول خالد الثنيان، عشان كذا اقول لك يجي الاتهام لخالد الثنيان. جوانكا جوانكا باقل من قيمه سياره او عير؟ صحيح. طبعا سياره لكجري وليس سياره عاديه. فرق قيمه سياره يعني اللكجري شغله شيء يا شباب. سيارات تعرفون احنا نركب 150,000، هذا شكل شيء، احنا نركب 150,000. اللكجري يعني يتكلم على المليون، مليون ونص ريال. نقدر في الحدود هذه تقريبا. جوانكا؟ صحيح. ويوم جيت انت ما في لعيبه. في عناصر جيده. لا اقصد عناصر، في ناس جيده وثقتي فيهم كبيره، واول يوم